حاضرين الكرام، هذه الوجوه النيرة، هذه النخبة من المثقفين والمبدعين. سعيدة بأن أكون في هذه المنصة إلى جانب قامتي كبيرة شامخة في الإبداع الثقافي والأكاديمي المغربي في مدينة كناس. سعيدة بأن شرفتني الأستاذة نعمة بحلام بسياسة الجلسة الثقافية بامتياز. وفي البداية أريد أن أرحب بالدكتور عبد المجيد السيني، رئيس مركز التنشيط الثقافي أنسي، الذي رحب بنا وفسح لنا هذا الفضاء الجميل وهيئ لنا هذه الأجواء الثقافية لكي نحتفي بالأستاذة نعمة بحلام في قراءة لروايتها سمفونية الفضاء. فليتفضل الأستاذ الدكتور عبد المجيد السيني. مشكور. السلام عليكم. أرحب السادة الأساتذة وأرحب السيدات والسيدات الأستاذة عبد الرحمن. يسعد لي بهذه المناسبة أن أتوجه خالص الشكر على حضوركم معنا في اللقاء المبارك المخصص لمراسيم توقيع وقراءة في رواية سمفونية الفوضى للشاعرة والروائية نعمة بن حلام، والتي نشكرها على تنظيم هذا الحفل البهيج بمركز التنشيط الثقافي الأنسي. وبنفس مشاعر السرور والاعتزاز أرحب مرة أخرى بالسادة الأساتذة والأجندة، شاكرا لكم ما تبذلونه من جهود لدعم الكتاب والكتاب، ولا سيما تسليط الضوء على مسارات الإبداع الروائي والخبرات النقدية التي تسير في إضاءة المنجز الأدبي. الشكر موصول للدكتور عمر قناوي والدكتور خالد أعمار والدكتور مصطفى الشاوي والدكتور محمد عطف، كما أود توجيه شكر خاص لمسيرة الجلسة الأستاذة الفاضلة فاطمة الزهراء الخمدشي، التي ستتبع قراءات السادة الأساتذة في المتن الروائي والتيمات الكبرى التي قربتها الرواية ومتنها السردي، ووضع الخلاصات والاستنتاجات حول تجربة نعمة بن حلام من خلال روايتها سمفونية الفوضى. شكرا لكم على حسن الإصغاء وفرصة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور عبد المجيد السيني على هذه الكلمة التقديمية. أرحب بدوري بالحاضرين في المنصة، دكتور خالد أعمار، الدكتور محمد عطف، الدكتور مصطفى الشاوي، وسيلتحق بنا الدكتور عمرو غناوي أيضا بعد قليل. نبدأ هذه المداخلات في رواية سمفونية الفوضى. هذه الرواية التي أعتبرها شخصيا من أروع الروايات ومن أروع الأعمال الروائية الجادة التي تستحق أن تترجم إلى عدة لغات لكي تصنف ضمن الروايات العالمية. الأديبة نعمة بن حلام ترصد من خلالها مظاهر الفوضى في المجتمع المغربي، وتجعل من تفاصيل هذه الفوضى سمفونية تعزفها أناملها بكل براعة. فنجدها تبحث في كل فصول الرواية عن مواطن الجمال داخل القبح السائد في العلاقات الاجتماعية وفي اليوم المكبر بالفوضى، في علاقة جدلية بين القبح والجمال، كما نجد ذلك عند كبار المبدعين العالميين. نجد مثلا على سبيل المثال عند فيكتور هوغو في مسرحية مقدمة سترومو. أترك الكلمة للسادة النقاد والذين سيقدمون قراءاتهم وورقتهم النقدية أو قراءاتهم العاشقة لهذا العمل الروائي الجميل والقوي، وأبدأ بالدكتور خالد أعمار. الدكتور خالد أعمار من مواليد مدينة سنة، صرع منذ طفولته الأولى بمدينة مكناس، حصل من كلية أدب والعلوم الإنسانية أزهر مهراز بفاس على شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي،
ماشي في إجازة بس. إجازة بس. والدكتورة في الخارج. عفوا. في تيمة الرواية المعاصرة السياسة الثقافة والرواية رواية الطبقة العاملة بإنجلترا. ليس كذلك. أقام بسكوتلاندا كمدرس سنة 1982 ثم عمل أستاذا جامعيا لشعبة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بكناس ما بين 1984 و 2020 حيث أحيل على التقاعد وتفرغ لاهتماماته الخاصة. كان الدكتور أعمار أول رئيس لهذه الشعبة شعبة الإنجليزية خلال 4 سنوات نظم خلالها عدة ملتقيات وندوات إضافة إلى مشاركته في تكوين أول مكتب نقابي بالكلية كما عمل على خلق إحدى أول المسطرات على تنشيط خلية مسرح جامعي رفقة نخبة من الأستاذة والأساتذة كانت النواة الأولى للمهرجان الوطني للمسرح الجامعي له الفضل في خلق إحدى المسطرات بالتأكيد الأولى بكلية الشعبة الإنجليزية بمعية الدكتور عبد الله المالكي هو الآن متفرغ لاهتماماته الخاصة بعد أن أدى رسالته النبيلة على أكمل وجه وسيأخذنا الدكتور أعمار في جولة متفحصة رصينة في رواية سمفونية الفوضى فليتفضل مشكورا مساء الخير للجميع. عندما اتصلت بي أخت نعمة وطلبت مني أن أجلس في هذا الجمع لتقديم قراءة لروايتها ترددت قليلا لكنني قبلت. كان ترددي سببه أنني قلت لها لم أتقدم بورقة نقدية خالصة تحتفي بمواضع النقد أكثر مما تحتفي بالرواية نفسها وبما شدني إليها. ورقتي ستحتفي بكل النبرات التي تحملها تنايا هذه الرواية، ستحتفي بكل الكلمات والعبارات والجمل والإشارات التي تتضمنها طيات هذه الرواية. ورقتي ستنبثق من القلب لتعانق العشق الذي أكنه للرواية عموما ولأعبر على ما تركت هذه الرواية بالخصوص في نفسي، ذلك لأنني أظن أن قراءة في عمل فني ليس بالضرورة عملاً نقدياً يحتكره النقاد المتخصصون. القراءة في جمع كهذا بإمكانها أن تجمع متخصصين آخرين من مجالات أخرى كتحليل الخطاب وعلم الاجتماع وعلم النفس أو الفلسفة وما إلى ذلك كمتذوقين للعمل الفني خلال رؤيتهم للعالم. إن القراءة تكون احتفاء بالعمل وبصاحبه وهذا ما أنوي القيام به. أريدها أن تكون دعوة للإطلاع على رواية لأنني سأحاول أن أقرب حتى من لم يقرأها بعد من بعد إلى عوالمها ومضامينها. ستأطرق في هذه الكلمة إلى جانبين في هذه الرواية. أولاً عالم الواقع والخيال وتداخلهما في العالم الروائي. ثانياً جرد لمضامين هذه الرواية من خلال الرؤية الفلسفية التي تتضمنها وسأركز في هذا الجانب على شخصية البطلة كنزة بطلة الرواية وكأنني أقرأ قصة قصيرة مطولة بأحادية البطل. وأنا أستحضر اليوم أن غدا سيكون يوم 8 مارس سنحتفي بالمرأة كذلك. إن هذه الرواية تضيء لنا الطريق لنستشف من خلالها أعتذر على الصوت لأنني سمعني. إن هذه الرواية تضيء لنا الطريق لنستشف من خلالها ونفهم أنها كثيرة تلك الأحلام التي تنتهي بالإحباط. تخمد كل تلك الانتظارات وكل تلك التطلعات التي نصب إليها وتلك الآمال التي نبني لها أمثلة في حياتنا ومستقبلنا مثل تلك النار الدافئة التي نرمي عليها التراب أو الماء
فيصبح دفئها صقيعا، ومثل ذلك كل توقعاتنا سرابا. هذه الرواية عبارة عن رسالة تبعث بنا إلى تلك العتمات التي تمر بنا في حياة ملؤها الأطياف، تضعف حلقات من حياتنا لتصبح أوهاما، وتعبث بنا في متاهات لا نستطيع التصدي لها بسهولة، وفي بعض الأحيان تستعصي علينا حتى إمكانية مجاراتها أو التأقلم معها، لنصبح فريسة للقدر والتيهان، دوامة لا نعرف مداها ولا عواقبها، لنجد أنفسنا في بؤرة اسمها الحياة. هنا فقط نستبر أغوار صراع الإنسان الفرد، وكيف يحاول جهد إمكاناته الصمود أمام محيطه وعالمه رغم كل الانجرافات التي يسببها المجهول. إن كل هذا محاولة لإعادة الحقيقة الأبدية للواقع الذي يعيشه الإنسان، وكذلك هو إفصاح لرفض المغالطات التي قد تجس بنا في عالم الاستلام. ربما نعتبر هذه الرواية واقعية لما تنبض به من مواقف يعيشها الكثيرون، لكن أظن أن الرواية ربما تعبر عن شيء من الرفض لهذا الواقع، لأن الواقع الذي هو معتبر الإنسان على الأرض وكما يبدو أيضا معطى للروائي هو واقع مزيف ملطخ بكل أنواع الخرافات والتحديات والاعتقادات والفوضى والعبث الذي يسيطر على حياتنا. لذلك أعتبر أن قدر الكاتب كما تحملته روائيتنا في هذا العمل هو أنه جعلت بطلة روايتها تعيش هذا الواقع بكل تفاصيله وتحدياته، لكنها تتصدى وتواجه هذا العالم لأن لها دورا جوهريا فيه وفي بناء مساراته. قررت البطلة أن لا تهرب من هذا الدور وهذه المسؤولية التي على عاتقها، ما جعلها رغم كل الصعوبات والعقبات تنتهي بقبول إنسانيتها كما هي بصمود وعزم رغم تقاذف مشاعرها وإحساساتها وسط هذه الأمواج من النغمات الموسيقية والفوضى العبثية. لذلك فإننا عندما نكتب نصوصا كهذه فإننا نخلق ذلك العالم المتخيل الغريب الذي يحاكي الواقع، لكننا نجعله يغوص في فهم معين للحياة تسيطر عليه تصوراتنا وتفسيراتنا للعالم، وإلا سيكون فقط جردا ساذجا للحياة كما نستقبلها ونتقبلها. الروائي المتبصر لن يستطيع تسخير أدوات خياله لإيفاء غرضه إلا إذا استوحاها في عالمه الروائي من الواقعي، إلا أن هناك الكثير من الأشياء الطاهرة الجلية لكن هناك أخرى خفية وغير ظاهرة. وما أن يفهم الروائي هذه المعادلة حتى يجعل لنفسه فلسفة ورؤية للعالم ويطلق لنفسه ولمخيلته العناد ليرتشف منها لتكتمل الصورة بين عالمين يبقيان مستعصيان على الإنسان العادي أن يجمع بينهما، لتكتمل الصورة ويظهر النقيض ويكتشف الدوار. لو كان الواقع المعاش وحده عملة للرواية لما كانت الرواية بهذه الجاذبية ولما اعترانا هذا الشغف بها. وفي الرواية التي نحن بصدد قراءتها يتم الانصهار بين الواقع والخيال، بين المعاش وعبث الحياة، بين المعقول واللا معقول، بين ما هو كائن وما كان يمكن أن يكون، بين الحب والعشق من جهة وبين الضعف والكراهية، بين الصنفونية والفوضى لتكون هذه الثنائيات جوهر حياة الإنسان. وهنا بالضبط يكمن المعنى الوجودي لعنوان الرواية. الثنائيات كثيرة ومتعددة في هذه الرواية تكاد لا تخلو صفحة من الإشارة إليها، وأنا أحصيت تقريبا المجموعة 21 ديال الثنائيات، وهناك ثنائيات أخرى لم أتمكن من إحصائها. يبقى الواقع إذا نموذجا أوليا للعمل الروائي،
ذلك فإن الغاية من الكتابة الأدبية عموما والرواية على وجه الخصوص هو العمل الحقيقي للروائي، هي تلك الأشياء والتمثلات التي يضيفها لهذا الواقع الذي ينطلق منه، وتمثل كل تلك التلوينات إبداعه ونظرته لهذا الواقع. لذلك فالكتابة الروائية هي بناء للعالم، أو بالأحرى إعادة بناء العالم على خلفية رؤية الروائي، ليس فقط من صنع الخيال أو من الواقع حتى، ولكن أيضا وبالخصوص من نظرة فلسفية للحياة ومن مجموعة من التجارب الذاتية في كثير من الأحيان، والتي تنبعث أحيانا أخرى من ملاحظة الروائي للحياة ومن حوله، وذلك لما يتوفر عليه من حس مرتبط بذكائه ودقة نباهته. لذلك يصبح العمل الروائي تجديدا وإطراء للواقع، كما نجد في صفحات 107 و108 إحالة على الرواية نفسها. وهذا ما نلمسه في رواية سمفونية الفوضى، الشيئان المتلازمان اللذان لا ينفصلان، صفحة 20، هما كل تلك الثنائيات التي تعبر على جوهر الحياة في بعديهما الاجتماعي والفلسفي. ويبقى مفهوم السمفونية والفوضى على حد فهمي لمكامن الرواية أن السمفونية وهم، الحياة ليست متناغمة وجميلة كإيقاعات قطعة موسيقية رائعة كما اعتدت كنز إلى ذلك حين تقول لا بد للمرء في هذه الحياة أن يضحي بأشياء كي يصل إلى شيء واحد، صفحة 113. وتعتبر الفوضى على غرار السمفونية على عكس السمفونية هي كنه الحياة، وإلا كانت الدنيا كما تقول الرواية صفحة 113، وإلا كانت الدنيا جنة على الأرض. لهذا فالفوضى شيء واقع في حياتنا، لنحسم بأن الفوضى هي قدر الإنسان وطبيعته. لذلك تتكلم كنزة عندما تتكلم عن سليمان الذي سيصبح زوجها، وتقول فاندفع قويا متسلطا يبعثر دواخله وينشر الفوضى في تفكيره وبصره وحواسه ليقتلع ما يشده إلى واقعه والحلم بالجنة الموعودة، ويذهب مهاجرا يتوخى الثروة، لكن تعود الفوضى تبعثر الأوراق وترمي بها حينما يرجع إلى أسرته، كما في صفحة 190، معاقا مطرودا من الجنة التي سعى إليها مضحيا بكل شيء. وعندما سألت سمية صديقة كنزة عن عدم التمييز بين الصورة الحقيقية وكيف استمرت كنزة في لعبة الأرجوجة، أجابت كنزة بكل وضوح امتطيت صهوة السحاب وتناسيت أنه بخار مآله السقوط كحبات عقد منفرط فوق أرض يابان، صفحة 20. وكما تقول كنز أيضا أحيانا نغلق أعيننا ونتخيل الأشياء كما نريدها أن تكون ثم ننظر إليها على أنها حقيقة، نصدق الوهم الذي رسمنا في ذهننا. إذن علاقة السمفونية بالفوضى هي عندما تكون الجوقة تجهل مبادئ العزف فلا يصدر عنها سوى صرير مقزز يستفز الأذنين، صفحة 9. كذلك هما معا صيرورة للحياة. عندما بدأت كنزة تكتشف البون الشاسع بينها وبين سليمان، حاولت أن تجد وسيلة محاولة منها لتطهير فكرها الملبد بالحيرة. صفحة 81. وعندما حذرها أخوها من هذا الزواج بقي ذهنها مشوشا، ومحاولة منها لكي تكون الرؤية واضحة حاولت أن تأخذ حماما ساخنا وهي تبكي، الدمع المنسكب من عينيها يمتزج بالماء الدافئ فلا تدري أيهما أقوى
تطهيرا وأجدى مفعولا. يبدو أن لا سبيل للفرار من قدرها، رغم أن هذه التساؤلات راودتها قبل الزواج. لا سبيل للفرار من قدر يتأرجح بين السمفونية والفوضى في ظل كل تلك الثنائيات والتناقضات. اكتشف مبكرا أن شيئا من الفوضى يشوب هذه المرحلة التي تعتزم أن تخوضها. اكتشفت مبكرا أن شيئا من الفوضى يشوب هذه المرحلة التي تعتزم أن تخوضها معه، ورغم ذلك أدعنت لعواطفها وتزوجت به لتجعل القدر أشد وطأة كي يتمكن من تشكيل حياة الإنسان. واستمرت التساؤلات رغم ذلك تراود ذهنها. هذا هو الوجه الحقيقي للقدر، حياة تتحطم بين ثنائيات أزلية، بين التزمت والأفكار الضيقة في مواجهة الانفتاح، بين الرفض بدون تبرير مقنع أمام النقاش والحوار، بين الضبابية والوضوح، بين المعرفة والأمية، بين تنمية الفكر وتنمية العضلات، كما جاء في صفحة 82 وصفحة 53 بما إحالة على سليمان زوجها الذي كان مؤطرا في أحد النوادي الرياضية للعضلات. وتبقى الحيرة تلازمها، كم أنا محتارة، عقلي في اتجاه وقلبي في الاتجاه المعاكس. ما أقصى هذا الإحساس بالانشطار؟ هل سيكون بمقدورنا أن نتفاهم ونتوافق؟ صفحة 82. هذا ليس سؤالا لحالة فردية ومنعزلة، هذا سؤال وجودي، هذا سؤال الإنسانية منذ البدء، هذا ما يبرر سمفونية الفوضى في حياتنا، هذا ما يدفعنا إلى مفترق الطرق كما تقول كنزة. لكن رغم وعينا أو بالأحرى شكوكنا بهذا الشرخ الذي قد يوصلنا إلى القطيعة مع ذواتنا، فإننا نمشي في هذا الطريق بدون وعي، لأن الاختيار يبقى صعبا حتى يتحمله الحيز الضيق المتوفر لدينا لرؤية الألوان والأشياء. وقدر هذا التكوين البشري أنه يتأرجح بين الشك واليقين، بين المشاعر والعقل، بين الضبابية والوضوح، بين السقوط والصمود. يجب انتظار مرحلة النضج لكي نروم في بعض الأحيان موقع الصواب، كما أتت به الرواية في نهايتها. وهذا أيضا قدر قد يتحقق للبعض دون أن يتحقق للكثيرين. النضج معطى ليس مضمونا للجميع على حد سواء، هي كذلك سمفونية صعبة المنال، لأنها تبقى كذلك قدرا قد يكون أو لا يكون. أحيانا أخرى يتأتى الوصول إليها وإلى اليقين عبر الآخر، ليكون هذا الوعي من الخارج وليس من الداخل. وكان بذلك كلام صديقتها صفحة 79، ثم كلام أخيها صفحة 170-81 بمثابة النظارتين اللتين تضعهما للنظر للعالم من الخارج، لأن كنزة كانت تمشي بعينين فارغتين صفحة 81. لكن هذه المرة وضعت النظارتين وقررت كما نصحها أخوها أن تقلب الأمر من جميع نواحيه صفحة 81، حيث بدأ لها جليا أن كلامه كان مطابقا للصواب ولما تراكم لديها من خيبات وتوجس صفحة 84. قررت إذن أن تكرس تفكيرها وجهدها لدراستها ومستقبلها، وأن تدوس على قلبها وتتبع ما يمليه عليها عقلها. لكن هل يدفن الماضي؟ أو على الأقل بهذه السهولة، سهولة انتظار العقل على انتصار العقل على القلب. وبدا مرة أخرى قلبها مسيطرا على عقلها في غفلة منها، وقفز الماضي وترسباته من أعماق مشاعرها، واستطاعت تداعياته نفض الغبار عن صفحة طوتها صفحة 115، أو هكذا توهمت، إلى حد أن إحساسها المبهم حد الوجع رفض أن يرحل عنها، وانتهى بها المطاف إلى زواجها منه. بقيت مرة أخرى إذن كنزة داخل الدائرة المغلقة. محاولاتها باءت بالفشل،
لم تستطع هذه المرة على الأقل، لم تستطع الخروج من دائرة النار، دائرة الفوضى التي شوشت على عقلها لأنها لم تلبس النظارتين عن اقتناع، عن اقتناع تام، وسقطت في غيابة الجب أو بالأحرى في غيابة الحب ومتاهات العواطف المظلمة عندما رأته مرة أخرى ينتظرها. أحست بخضر في جسدها وأمواج عاتية في روحها، علمت أن عاصفة نارية قد اجتاحتها وستحرقها. صفحة 115. توقف الكون حولها عن الدوران، وتوقف العقل بعدما أعلن القلب حالة عصيان، فطار مسافرا بها إلى دنيا مليئة بالألوان زاهية بالألحان. صفحة 118. كانت هذه أطياف السراب، كان ذلك وهم السمفونية الحزينة وألوان الفوضى التي هي كنه الإنسان وحقيقته، وكان هذا هو ما جناه عليها قدرها الحتمي الذي جرت إليه جرا ولم تجنه على أحد. آنذاك ألجمت عقلها واستسلمت لقلبها ورفضت أن تمد فوضى الحياة وقد طرقت بابها. كل ذلك لأن الحب له منطق خاص، به تنمو الأشجار كما في الخيول، به تنمو الأشجار ويكسو الدنيا وهج الأنوار. صفحة 119. تكاد تكون هذه الصفات غارقة في المبالغة، لكنها تعبر عن تشبث كنز بالانصياع إلى قدرها مهما كان الثمن، لأنها انقادت إليه دون أن تستطيع كما تقول أن تشرح عواطفها المتناقضة المتصارعة مع قلبها. صفحة 121. وعانق الغرام مدة من الزمن بداية حياتها الزوجية وأخذهما إلى عالم العشق والهداء والهويان. صفحة 129-129. ولكن جاء الخلاص الذي هيأت له الروائية رؤيتها لتصل بها إلى نهاية الأحداث وإلى الحياة الجديدة التي كتبتها أو كتبها القدر لكنزة أخيرة. ووطأت الروائية لهذه النهاية بعدد من الأحداث. المهم أن القدر جاء من خلال هذه الأحداث ليضرب ضربته وليؤكد لنا أن الفوضى حقيقة في حياة الإنسان، حيث يقع دائما ما لم يكن في الحسبان. جاءت صعوبة الحمل وفتحت عينيها على وضعية مجتمعية مرضية أقوى منها، خصوصا لما اعترف لها أنه ساهم في عملية الإجهاض لزوجته الأولى. انكمش قلبها وبدأت تتحقق نبوءة أمها قبل الزواج كإحدى المحددات لسخرية القدر الذي جعلته الروائية أحد أدواتها في هذه الرواية. فمن يضمن لك أن لم يفعل معك مثل ما فعل مع زوجته الأولى؟ احتارت الأم ولم يدر قلبها هل يفرح لفرح البنت أم ينقبض للانزعاج الذي يسيطر عليه. ليس لها لهذا السبب حضرتها أمها، ولكن الحدث أكد تخوفاتها، وعندما وقعت انتابها إحساس غامض جعل قلبها ينكمش من جديد. ومع الوقت بدأ يداهمنا ما لم نكن نحسب له حسابا. أضف إلى ذلك أن ما حدث بشأن مشهد الذهاب إلى السينما حتى قبل الزواج، ومسألة الانتخابات ومسألة الحمل والإجهاض، وأخيرا نكسة الخيانة الكبرى. صفحة 112 إلى صفحة 113. لم يكن في الحسبان، لكن شاءته الرياح والحظ والقدر. لقد اقتنعت أنها في خضم تلك العاصفة أنها أوقعت نفسها في صمصيدة، وأن تحذيرات أمها وأخيها رغم عدم تحديد السبب كانت تتمشى وسخرية القدر. مهم أنني مبقليش وقت كلمة العدد جانب التالي في معرض خمسة غادي نمشي إلى تسميته. رغم كل ما وقع في هذه الوسط غادي ندير واحد تسميته، غادي نقرأ واحد القصيدة غير غير لبعض الناس.
انتهت بها الرحلة. المهم أن خضم هادشي كله باش من انتو انتهت بها الرحلة إلى كما وظفت الروائية بعض أدوات أخرى جعلت من الرحلة إلى إسطنبول مع صديقتها ومن من بعض الأدوات الأخرى جعلت منهم نفس جعل من الروائج جعل من حياة كنزة تنقلب إلى بعد طلاقها بطبيعة الحال إلى مصلحتها ورغم أن هذا كذلك كان من وضع القدر. لكن رغم أنها تخلصت من كل تلك الأعباء الحزينة وانتقل بها القدر إلى أحزان إلى أعباء إلى أشياء سعيدة رغم ذلك فالرحلة لم تنتهي بعد. رغم ذلك البسيط من الأمل الذي يطبع هذه المرحلة من حياة كنزة فإن رحلات أخرى لا زالت تتعقب طريقها بين الشك واليقين بين الخوف والأمل بين الغموض ووهم الوضوح. من جهة كانت هناك رحلة لأن زوجها كان له ولدين مع زوجتين مختلفتين وحدة اللي تزوج بها من بعد كنزة في المغرب وأخرى بعدما ذهب إلى الهجرة وتزوج بمرأة أخرى وكان له معها ولد. في آخر الرحلة اللي قامت بها كنزة عند رجوعها إلى المغرب التقت يعني جعلت الروائية واحد الفضاء جميل جدا عندما استطاعت أن تجمع بين كنزة وهذين الولدين في حالتين مفترقتين وكانت هذه هي رحلة وحيد الولد الأول من المغرب مرورا بتركيا إلى سوريا من أجل الجهاد وكذلك رحلة سعيد من فرنسا إلى المغرب وكلتا الرحلتين يكتنفهما المجهول. عبور هذه المحطات الخاصة بها لكن حافظت الروائية رغم نجاح كنزة في عبور هذه المحطات الخاصة بها لكن حافظت الروائية على النسق الذي وضعته لمضمون روايتها وهو الغموض والحيرة في حياة الإنسان. وكلتا الرحلتين يكتنفها المجهول لتبقى قصة القدر تدحرج الإنسان وترمي به في عوالم هذه الرحلات التي لا تنتهي. سأحاول غادي نقرأ بعض سميت من واحد القصيدة اللي عجبتني لأن وجدتها تتقاسم مع هذه الرواية في بعض عوالمها. هذه القصيدة هي قصيدة دموع الكرز للشاعر العربي الحميدي لمن يعرفه. توصلت بها من أحد طلبتي سابقا وصديقي حاليا الشاعر أحمد رجواني وسألقي عليكم بعض سطورها. أنا السابح أنشد الصمت همي فتنام تعاستي على فوهة تميل روحي حيث مال السراب فأنسى نفسي في مدار العدم أرتدي وهما ليمنحني لحظة الأمل والهدوء في غزلة مشاعر انهيار تيه معلق على جسر مشقق المكان فارغ نهاية عشق فراغ يحمل الفراغ فراغا في ليلة غبشاء وفاة القمر لتقطف بي برغبة معصوب العينين إلى ضوء خافت رحلة ولادة روح جديدة. وفي تعليق الأستاذ أحمد رجواني على هذه القصيدة يقول مسحة غريبة للتعاطي مع الموضوعات الذاتية المنفتحة على الروح كأفق انتظار انعتاقا من كل تيه يؤدي إلى الانكسار وهذا ما تؤكده قراءتنا لرواية سمفونية الفوضى للروائية نعمة بن حلام وشكرا على اهتمامكم. شكرا جزيلا للدكتور خالد أعمار على هذه الرحلة التي جال بنا في أحداث الرواية
والتفاصيل الممتعة التي أخذنا فيها من أجل أن يطلع الذين لم يقرأوا الرواية على بعض أحداثها. رواية فعلا تستحق أن تقرأ نظرا لما فيها من عمق، من غوص في تفاصيل الواقع، في الظواهر الاجتماعية متعددة، في ظواهر نفسية بيولوجية وغيرها من الظواهر. الرواية يعني أنا بحلان هي متعددة، يعني ذات ثقافة متعددة المشارب، وطبعا هناك التكوين الإنجليزي، هناك التكوين الإعلامي، هناك لغة عربية يعني متمكنة من اللغة العربية. فرواية تستحق أن نقرأها مرارا وتكرارا ولا نشبع من قراءتها. إذا دكتور خالد أعمار، أثار تداخل العالم الواقعي والخيالي، أو عالم الواقع والخيال، الجانب الفلسفي في الرواية كأنها قصة مطولة بأحادية البطل. هناك كثرة الانتظارات والآمال التي تنتهي بالإحباط لدى العديد من شخصيات الرواية، منها كنزة، منها سليمان، منها أبناء سليمان، زوجته الأولى، المرأة التي لم يتزوجها ولكنه أنجب منها طفلا خارج أرض الوطن. هناك إفصاح من الرواية لرفض المغالطة. أستاذة نعمة بن حلان ترفض أي اختلالات في هذا الواقع، سواء منها العلاقات الاجتماعية أو العلاقات السياسية، مثلا تثير مسألة الانتخابات ورفضها لما يشوبها من اختلالات ومن فساد سياسي وغير ذلك. إذن هناك خلق عالم يحاكي الواقع، فالرواية تستوحي من العالم الواقعي وتسبح في الخيال، لنجد أن في الخيال هناك ازدواجية أو ثنائية بين الضبابي وبين الوضوح. إذن شكرا للأستاذ على هذه القراءة الجميلة والتي أتحفتمونا بها. أنتقل الآن إلى دكتور محمد عفض ليقرأ لنا ورقته النقدية أو قراءته التي اختار أن يقدمها لنا. والدكتور عفض هو من مواليد مدينة مكناس، حصل على دبلوم دراسات العليا، دراسات الحديثة، بنيات وتحولات، موضوع الدراسة، وحصل على دكتوراه الدولة في موضوع المقدس والروائي في علاقات المقدس الإسلامي والرواية العربية، وهي الأطروحة التي نشر اتحاد كتاب المغرب جزءا منها سنة 2006. يعمل حاليا أستاذا للتعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة جامعة مولاي إسماعيل بن كناس، تخصص السرديات والدراسات المعرفية والثقافية، وهو عضو اتحاد كتاب المغرب. شارك في عدة ملتقيات وتظاهرات علمية وثقافية بالمغرب وخارج المغرب، له عدة دراسات ومقالات نشرت في كتب ومجلات مغربية وعربية وأجنبية. إذا يتحفنا اليوم دكتور عفض بقراءته، فليتفضل مشكورا. شكرا أستاذ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيد إذن أنا اليوم بوجودي في هذا المحفل لقراءة هذه الرواية المتميزة، وأنا في الحقيقة أعبر عن سعادتي وعن متعتي أيضا، لأنني أعتقد أنني في الحقيقة لم أضيع وقتا حين كنت أقرأ هذا النص الجميل.
بل يمكن أن أقول بأن هذا النص غير فعلا أفق انتظاري باتجاه خروج من بعض تمظهرات الرداءة التي أصبحت تسكن حياتنا وتحديدا حياتنا الثقافية. قبل أن أخوض في مغامرة الحديث عن الرواية أود أن لي بهاتين الملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أن انتقال الأستاذة نعمة بن حلام فيما يبدو لي من الشعر إلى الرواية لم يكن إلا انتقالا حميدا وسعيدا، وإن كان هذا لن يعجب قبيلة الشعراء. يبدو لي أن الأستاذة وهي تقبل على هذه المغامرة في الحقيقة كانت في مستوى هذا الحدث وقدمت لنا نصا يؤكد على أن المشهد الروائي المغربي في الحقيقة قد ربح روائية متميزة منذ نصها الأول، وأرجو وإن كان هذا يضعها في موقع صعب فيما يتعلق بنصوصها الآتية، أرجو أن لا يكون النص الأول هو أيضا النص الأخير. هذا لا وخار أن أعرف هذه القضية، ولكن أنا أعرف عما أتحدث. كثير من الروائيين للأسف الشديد في بلدنا لم تصبح نصوصهم في نهاية المطاف سوى تنويع على نص واحد قدموا حتى على مستوى تيماتهم الروائية، وأنا أعتقد أن الأستاذة لن تقع في هذا الفخ. الملاحظة الثانية هي أن مقاربتي للرواية لم تعتمد مدخل النسوية. أنا لا أعد رواية نعمة بن حلام سمفونية الفوضى بأنها رواية امرأة ولا رواية كتبتها امرأة. بالنسبة لي المدخل كان هو الإبداع، وأنا أراها أنها نص يستحق كما قلنا التنويه من مدخل الإبداع وليس من مدخل أنه قد كتبته امرأة، كما يعني أن نعمة بن حلام حين كانت تكتب هذا النص كانت تسعى لأن تأخذ بكل كما قلنا ما يجعل منها كما قلنا روائية متمكنة من عدتها، وهو ما نلاحظه في هذا النص. بعد هاتين الملاحظتين إذن أدخل فيمكنني أن أقول، وفي بعض الجوانب حتما سأتقاطع مع ما ذكره الدكتور خالد أعمار في مداخلته السابقة، ولكن في الآن نفسه أعتقد أن من فضيلة هذا النص أيضا أنه يسمح لنا بقراءات متعددة ومتنوعة، وأعتقد أن النص الجميل هو الذي يحقق هذا التنوع وهذا التعدد في القراءة. في يوم من الأيام قال رولان بارت في كتابه نقد وحقيقة إن ما يميز العمل الأدبي ليس أن قراء متعددين قد اتفقوا على معناه، وإنما ما يميز هو أن قارئا واحدا يجد فيه معاني مختلفة كلما عاد إلى قراءته. وأعتقد أنني أنا أحس هذا الإحساس لأنني على الأقل قرأت هذا النص مرتين، كنت قد قرأته المرة الأولى وأنجزت عنه أشياء ضاعت مني في فترة ما، ولكنني أعدت قراءته، وكما قلت سابقا أنا لست نادما على هذه العودة إلى قراءته للمرة الثانية. لماذا إذن لا تنهي قراءتنا برواية ما نهمنا لقراءة روايات أخرى؟
أعتقد أن السؤال هو لماذا تزيد قراءتنا لرواية ما نهمنا لقراءة روايات أخرى؟ تلك هي الرواية التي ظل يمارسها السرد في كل الثقافات وفي كل الأزمنة ولا يزال يأخذ بألباب البشر رغم اختلاف الأزمنة والأصقاع. ولعل رواية سمفونية الفوضى قد ربحت هذا الرهان، فلم تكن إلا تلك الرواية التي جسدت هذه الجاذبية التي يحظى بها السرد الروائي على الخصوص، وأبانت كيف يستطيع ذلك السرد أن ينوع مسارات أسره لمتلقيه بما يبقيهم في حالة انشداد إلى عوالمه التي لا تخلو من إدهاش وخل. تبدأ رحلة الإدهاش والخل بهذه من عنوان الرواية سمفونية الفوضى، الذي يحتوي على إرغاز يتمثل في أن العنوان هو طباق نزل إنجليزية وما معنى قلات أوكسيمورون. أوكسيمور باللغة الفرنسية وأوكسيمورون بالإنجليزية، يشير إلى أن النص الروائي يحمل من الأسرار بقدر ما يحمل من الدعوة الملحة والملتبسة إلى قراءة نص يشيل بالكثير من جوانب الإشكال، بما يشير إلى أن الكتابة هنا ليست مهجوسة بإنشاء حكاية فحسب، بل كذلك هي حريصة على أن تجعل رحلة القراءة رحلة متشعبة المسالك والمنحنيات في نص تتعدد الرحلات فيه، حيث يولي المتلقي شطره نحو منعرجات الكتابة وتضاريسها، فلا يكتفي بقراءة ما تقوله الصفحة بل كذلك كيف تقوله. ليس سمفونية الفوضى عنوانا للرواية فحسب، بل كذلك هو بيان عن طبيعة الكتابة التي تتبدى للوهلة الأولى فوضى، لكنها تحمل وللمفاجأة الكثير من ملامح التناغم والانسجام، مثلما تحمل الطباقية الموسيقية التي رغم ما تقوم عليه من تعدد في الأصوات وتنوع في الأدوات والنغمات، لا تخلو أبداً من أصداء تبعث على الانشراح الصادر من توائم النغمات وتجانسها. من هنا يمثل العنوان ذلك الالتباس الذي يدعو المتلقي إلى خوض غمار الدخول في قراءة رحلة لعله يكشف أسرار هذا الالتباس الذي جعل مكونين متباعدين إن لم يكونا متقابلين في عنوان واحد. هنا يبدو التناقض القائم بين وحدة التركيب وتعددية الدلالة التي تبرز أن النص لا يندرج ضمن تلك النصوص التي توجد ضمن فئة القابل للقراءة الأحادية أو النهائية، فهو يبقى سمفونية فوضى يبحث باستمرار عمن يكشف التناغم الثاوي فيه، والذي لا يمنح نفسه بالسهولة التي قد يتوهمها المسكون بأفق انتظار مسكوك. إن السمفونية في أقرب تعريف لها تتناقض مع الفوضى، فرغم أنها جماع أصوات فهي مجموع متناغم يحيل بالأساس على النظام والانسجام. إننا وفق عنوان الرواية نوجد أمام توتر بين تقطع الخطاب وتكوين كلية مرتبة، بين وحدة وتنوع، وكل ذلك هو ما يحكم مجموع السمفونية. فلما هي سمفونية فوضى في هذا النص الذي يقوم على الالتباس المرتب بفنية عالية وعلى تماثل جذاب للمتناقضات؟ ذلك ما يؤكده كذلك التصدير المجهول النسب الذي تتكرر فيه كلمة فوضى الواردة في العنوان، بما يشير إلى أن الفوضى هي قاعدة حياتنا وليس النظام،
هذه الفوضى التي تفرض تلاقي الأحلام والأوهام والعبث، حيث تتبعثر أوراق هرمت وترامت فوق ركام العمر، يهجس التصدير عتبة ذات دلالة بأننا مدعومون إلى نص يحمل من مفاجآت المسار وتقلبات الأوضاع ما يجعله نصا يخرق المواثيق المعتادة ليجعل المتابعة مشروطة بمقتضيات التخييل والكتابة أكثر مما هي مشروطة بالمتعارف عليه من بليات الحكم. هكذا نلاحظ مثلا أن ترتيب الفصول وفق أرقام تصاعدية لا يحمل أي دلالة ترتيبية، فعلى عكس ترتيب الفصول نجد قصة تصلنا وفق مفارقات زمنية وسردولوجية مثيرة، وفي هذا الصدد نرى أنفسنا في الحقيقة أمام قصص متعددة وكذلك أمام ساردين متعددين، حيث تتداخل الأصوات بين ضميري الغائب والمتكلم، بين الابتعاد والاقتراب، وفي كل هذا لم يكن الهاجس مقصورا على تقديم قصة مسرودة وفق مقتضيات واقع ما، بل كذلك إبراز ما يحمله الانتقال من واقع القصة إلى سردها من مفارقات وتمزقات تبين الفروق التي يجب أن تؤخذ بين الشخوص وتحولهم أو بعضهم إلى ساردين. وفي لعبة الكتابة المضافة إلى لعبة السرد بتخييليتها الآسرة نلاحظ منح مزية السرد لشخوص وحجبها عن آخرين، فإضافة إلى السارد الساردة المجهول المجهولة نجد أن كنزة وسليمان يرتقيان من مجرد شخصيتين إلى ساردين، ولكن بضميرين مختلفين، هما ضمير المتكلم وضمير الغائب. نجد كنزة تسرد جزءا من قصتها بضمير الغائب لتنتقل في لحظة ما إلى ضمير المتكلم الذي يفيد أن الماضي لم يعد ماضيا فعلا، وأنه لا يزال حيا نابضا، وقد كان مثيرا ذلك الانتقال من الغائب إلى المتكلم في اللحظة نفسها التي سيبرز فيها هذا الماضي الذي توهم أنه قد أصبح بعيدا. ولو كان ذلك من خلال الظهور المفاجئ لسليمان في صورة ابنه وحيد، في حين نجد الشخوص الآخرين يبقون مجرد موضوع للسرد، إذ رغم تعدد النسوة في حياة سليمان ظلت واحدة هي التي تستأثر بمتذكره ومعيشه ومتخيله. ومن ثم كان حضور كنزة القوي في مساحة الرواية لا ينفصل عن حضورها القوي والآسر في حياة سليمان. وبالمقابل رغم أن كنزة لا تملك سوى قصة حب واحدة في حياتها انتهت نهاية غير سعيدة على عكس نهايات القصص الرومانسية، فإن ارتقاء هذه القصة من العيش إلى السرد في رحلة من أهم أهدافها التسلي، ثم ارتقاؤها لتكون جزءاً من رواية، يبين أن هذه القصة هي التي استأثرت بالخصوصية التي لم تجعل مرور سليمان في حياة كنزة مروراً عابراً، وكذلك مرور كنزة في حياة سليمان. من هنا نلاحظ أن قصة هاتين الشخصيتين تحديداً امتلكت تميزاً جعلها هي ما يسم الرواية، إنها تلك النغمة التي تحظى بانتباه خاص في مجموع السمفونية، قصة لم تنشأ إلا من تلك القصة التي تحمل في طياتها بعداً هاماً يتمثل في أن الرواية هي فن التحول بامتياز. فهل كان لتلك القصة أن تكون لو كانت الشخصيتان على عكس ما قدمتهما به الرواية؟ هل نحن نقرأ الرواية لما تقدمه لنا من تناسب مع حياتنا؟ أم لأننا نبحث فيها عن حيوات أخرى
ومن ثم عن مسارات تحمل من الغرابة بقدر ما تحمل من التلاؤم. ألم يقل بولريكر يوما إن المحكي هو ما يدخل من تنافر في مسار مختلف. يكشف النص الروائي إضافة إلى جمالية الكتابة وتنوعات الخطاب السردي تصاديات مع عوالم مختلفة يتداخل فيها الذات مع الموضوع والمعيش مع المشاعر والامتثال مع التمرد والتفكير مع الاندفاع والمختلف مع المؤتلف في مسار يحمل من المفارقات بقدر ما يحمل من الاتفاقات عبر شخوص يحملون ضمن تفاوت مدروس من التناقض فيما بينهم بقدر ما يبدو أن هناك قواسم معينة تجمعهم. لكن الرواية وهي تقيم قصة كيفية ضمن ركام من القصص الفاقدة للمعنى النوعي لا تجعل القواسم العميقة والنفسية على الخصوص تقوم إلا بين حمزة وسليمان اللذين لا يبقيان مجرد شخصيتين بل يتحولان إلى ساردين في رواية لا تقوم على هيمنة سارد خارجي عالم بكل شيء. ألا يوجد شبه ما بين سليمان وكنزة في سمفونية الفوضى من جهة وبين فلورنتينو أريزا وفيرمينا دازا في رواية الحب في أزمنة الكوليرا لغابرييل غارسيا ماركيز؟ في كلتي الروايتين نجد ذلك المصير غير المريح للحب الشائم المتشابه، ولكنه مع ذلك الحب الذي يستمر ويرتفع على التعارض طيلة الحياة. فما يمنح الرواية والفوضى التي تسكنها سمفونيتها المثيرة هو تلك القصة التي لم يكن لتلك الرواية في رواية التي لم يكن لتلك الرواية أن تكون لولاها، ولكنها قصة لم يكن لها أن تكون إلا في عالم من الزوابع والعواصف الذي يحمل من المفاجآت وخلق التوقع الشيء الكثير. وذلك ما نلاحظه في نهاية الرواية حيث لا يتعلق الأمر بنهايات حل المشكلات والعيش في ثبات ونبات وتخليف صبيان وبنات، بل على العكس من ذلك تماما بروز مشكلات جديدة تجعل المسار ينفتح بدل أن ينغلق حيث لا تحمل نهاية سرد ما نهاية القصة. فإذا كانت رحلات ما تنتهي فإن رحلات أخرى تبدأ وتنطلق، فكم هو دال أن ترتبط نهاية الرواية بانطلاق رحلتين متقابلتين لابن الشخصية نفسها، رحلة ابن سعيد بحثا عن أبيه في المغرب ورحلة ابن وحيد تارك للمغرب نحو أفق مجهول في سوريا. تنجح الرواية في أن تشكل نصا قائما على انسجام عجيب رغم أنه خلاصة أمشاج آتية من واقع متعدد ومن مراجع أخرى، بما جعله ملتقى علامات متعددة ومتنوعة يشد قارئه في انتباه آسر عبر لغة يتداخل فيها الواقعي مع الشعري والمرجعي مع الجمالي، بما جعل منها فسيفساء تعبيرات لا يهيمن فيها سجل على سجلات أخرى. وفي هذا التداخل اللغوي العميق تأخذ السمفونية كل دلالاتها لتتحول القراءة إلى مشهد تتوافق فيه الأصوات مع الأصداء، وهو ما يبين أننا أمام رواية بقدر ما تحتفي بالقصة في تشعباتها التي تمنحها قلقا وجاذبية، هي كذلك تحتفي بالكتابة التي لا تبقى القصة خرساء بل تجعلها موئل تعبير عميق عما يجعل الفن هو ما يمنح الحياة بهاءها وأحقيتها لأن تعاش. لا يمكنني في الختام إلا أن أهنئ الأستاذ نعم بن حلام على هذا المنجز الإبداعي الروائي الأول الذي يحمل منذ هذه البداية سحبا حقيقية مبشرة بوابل الخير. فما يبدو عليه هذا المنجز من كشف جهد وجدية في النظر إلى فعل الكتابة وممارسته يبين أن الآتي إن شاء الله
سيحمل الكثير من بشائر الكتابة المسكونة بمبدأ أن لا كاتب جيد دون قارئ جيد، وبما يؤكد أن المساهمة في تشكيل المشهد الروائي المغربي لم تنحصر في أن تكون مجرد إضافة رقمية، بل على العكس ستكون تلك الإضافة المرجوة وذات الأثر الباقي. هناك أشياء كثيرة ولكن نظرا للوقت شكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور محمد عقد على الالتزام الدقيق بالوقت، وشكرا له على هذه القراءة الرصينة المتعمقة في خبايا الرواية. يقول دكتور عبد إن الرواية هي إبداع تدخل في باب الإبداع دون تصنيف لأدب رجالي أو نسائي. هذا طبعا موقف الدكتور ورأيه، أنا لدي رأي آخر أن الأستاذة نعمة بن حلام بتلك القدرة، قدرة المرأة على أنها، ورغم أنني دائما كنت أقول إن الأدب هو إنساني ليس فيه رجل أو امرأة وليس فيه ذكر أو أنثى، ولكن لاحظت من خلال كتابة الدكتورة الأستاذة نعمة بن حلام أن هناك تفاصيل دقيقة جدا تستطيع أن تضع إصبعها عليها، ربما هي من خصوصيات المرأة، ربما هذا رأيي. النص كما يقول الدكتور عبد هو فسيفساء تعبيرات يتداخل بتداخل عميق، والعنوان هو جمع بين متناقضين في وحدة التركيب وتعددية الدلالة. هناك انفتاح النهايات على مسارات جديدة ومفاجآت جديدة ننتظر، تفتح لنا الأديبة بابا لانتظار الجزء الثاني من الرواية وانتظار ما يمكن أن يحدث بعد ذلك. هناك مفاجآت. إذن شكرا للدكتور عقد مرة أخرى على هذه القراءة المتمكنة، قراءة دكتور متمكن من المادة. و أنتقي إلى أستاذ دكتور عمرو جناوي، أرحب به من جديد أنه حضر بعد بداية اللقاء، وأعرف الدكتور عمرو وكلهم أغنياء عن التعريف. الدكتور عمرو هو أستاذ باحث وناقد مهتم بجماليات النصوص الأدبية نثرا وشعرا، عمل مكونا لهيئة التدريس بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهاز فاس مكناس، له إصدارات متعددة في مجالات التربية والنقد الأدبي من بينها استراتيجية الكتابة النسائية في طبيعتها في طبعتها 2012-2021، إضافة إلى دراسات أسهم بها في كتب مشتركة وعدة قراءات في دواوين شعرية لشعراء مغاربة وغير مغاربة، وروايات ومجموعات قصصية وكتب لمؤلفين مغاربة وأفارقة وعرب يعرض فيها الناقد مقاربته التأويلية بعمق واتزان. نشر العديد منها في صفحات المراحل الثقافية والمجلات الإلكترونية. هو حاليا بصدد قراءة نقدية في ديوان شعر فلسطيني خالد شمالي بعنوان تباريخ الحب وأوجاع الوطن، ودراسة بعنوان قراءة في الشعر والنثر، مشروع رؤية نقدية لمقاربة النصوص الأدبية. شكرا دكتور عمرو على هذا الزخم من الإنتاجات، وشكرا على هذه الكلمة التي ستقدمها في حق الأستاذة نعمة بن حلام وروايتها التي نحتفل بها اليوم. سعيد أيما سعادة، وللمرة الثانية حين أجد نفسي بجانبي صديقي العزيز
الدكتور محمد عاصم. قد تم لقاؤنا في قراءة سابقة لقراءة ديوان النص اللقاح نصير الجدل. الشجاع نصير الجدل. الشجاع نصير الجدل. وكنت إذاك مبتدئا وخوافا من أن أقع في مطبات بعض النقائص، ولكن يبدو أن الإنسان يجب أن يتعلم. الملاحظة الثانية هي أنني أحييكم تحية خالصة نساء وذكورا في هذه الأمسية الراقية التي قلما نحضرها لبخل كثير من الناس. ثالثا، إن علاقتي بالأستاذة الشاعرة والرواية نعمة بن حلام هي علاقة في الواقع وطيدة من حيث نبش النصوص، حيث قرأت لها سوالح امرأة عادية وأعجبني كل ما فيها شكلا ومضمونا، كما قرأت لها ديوان ثاني أن أكون ولاحظوا سوالح وأن أكون هي مسافة في الواقع مهمة جدا في الانتقال من محطة إلى محطة تبدو متطورة. لكن هذه الرواية اللي معها قصة طويلة عريضة لن أسرارها، ولكن أعجبت لأنني أول من قرأ الرواية قبل أن تطلع. وهذه الرواية في الواقع قرأتها بطريقة أخرى شبيهة بقراءتي لرواية فلسطينية أخرى، ووضعت نفس العنوان. طبعا السياق تختلف والموضوع يختلف، ولا شك أنني استفدت من القراءة الأولى في قراءتي هذه الرواية. إذا تناولت في هذه الرواية مسألة الإيقاع الروائي، ولن أحدد الشعراء عن الإيقاع لأنهم أدرى مني في هذا الباب، ولكن أن نتحدث عن إيقاع الرواية هذا أمر يحتاج إلى بعض شروط ملامسة العمل الأدبي. أنا أيضاً ضاعت مني الأوراق، ولكن من حسن حظي أنني دونت ما كتبت في الأوراق في الهاتف. إذن أنا سعيد بكون المادة موجودة عندي، هي التي ستكفيني إن شاء الله الحرج. الحمد لله. إذن سأتلو على مسامعكم بعض القضايا التي أثرتني في هذه الرواية. ظاهرة الإيقاع في رواية سمفونية الفوضى للكاتبة نعمة بن حلام. تنقسم الورقة التي سوف أقدم إلى قسمين، قسم نظري محض وقسم عملي سوف أتناول فيه تفاصيل ما تزخر به هذه الرواية. وعودا إلى ما ذكر قبل قليل من كون الرواية كما قال سي محمد قبل قليل، فأنا لا أعدها فقط رواية نسائية، بل أعدها رواية نسوية، ولعل الفرق موجود في هذا السياق. إذن أذكر في الجزء الأول كما قلت نظري أذكر فيه
ما عرفته الكتابة الصردية النسوية كتابة نسائية الكتابة الصردية النسوية منذ القرن الماضي من حضور لافت نتيجة ارتفاع نسبة وعي المرأة بأهمية التغيير الذي اقتضى تبنيها خطابا جديدا يمكنها من التصدي لإكراهات الواقع والدفاع عن حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن الأعمال الإبداعية التي ساهمت في بلورة هذا النوع من الخطابات سواء في الغرب أو الشرق نذكر من الأدب الغربي كتاب نحو سرد موسيقي لتير موران. ومن الأدب النسوي العربي سمفونية الحب على السواد للدكتورة علياء الأنصاري وفوضى الحواس كما هو معلوم لأحلام مستغني وغيرها من التجارب الإبداعية التي راهنت صاحباتها وأصحابها في كتاباتهم على تبني تمظهرات الإيقاع كبنى نصية تثير كثيرا من الفضول النقد. ومن هؤلاء الكاتبة نعمة بن حلام فبعد احتلالها لموقع المتميزين في المشهد الشعري المغربي والعربي من خلال إصدارين سواء نحو امرأة عادية وأن أكون فقد دشنت بعملها السردي سمفونية الفوضى الصادر عن دار الرين بالسودان كتجربة روائية جديدة تجمع فيها بين إيقاعات النثر والشعر وهي تجربة متفردة تقتضي من النقاد عند مقاربتها جهدا نقديا على قدر كبير من التعدة والتروي العلمي لما يحتمل أن يربط بين فنون النثر وفنون الشعر والموسيقى والفن التشكيلي من وشائج بإمكانها أن تساعدها على مواجهة الواقع والتصدي لمثبطاته بفضل تضمينها نصها مختلف الإيقاعات. وبذلك اعتبرت رواية نعمة بن حلام هذه نوعا من فن التنوع وفن الابتلاء كما يقول ميشيل فيتور. إن الحديث عن مفهوم الإيقاع في النثر وتحديدا في الرواية إنما هو ناتج أساسا عن تأثر الثقافة العربية بالثقافة الغربية التي أصبحت تتداول المصطلح في عدد عديد من المجالات. فلا غرابة إذن أن يشكل الإيقاع همزة وصل بين فنون الكلام وفنون النغم أو التنغيم كما يشير إلى ذلك الناقد مصطفى الشاوي في كتابه التجديد الإنساني في شعر حسن المرعي. ومن الدارسين الذين استعملوا لفظ الإيقاع كمال أبو ديب في كتابه البنية الإيقاعية للشعر العربي مرادفا للوزن والقافية فالإيقاع عنده أبو الوزن يشمل المستويات الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية وإيقاع الشكل الطباعي وجرس حروف وتكرارها وتكرار اللازمة حرفا كانت أو كلمة أو جملة. أما على مستوى عنونة الرواية بسمفونية الفوضى فإن ثمة ما يبرر هذا الاختيار ذلك أن تركيبته تشكل عبارة عن تركيبة إضافية أضيف فيها لفظ سمفونية إلى لفظ فوضى والأمر لا يستقيم بنائيا أي أننا مع إضافة ذكر إلى
معرفة، عفوا إضافة نكرة إلى معرفة مع الإصرار على تجاهلهما. هذا التجاهل سيسمح بتوضيح ما كان يعتري المبتدأ النكرة من لبس وغموض، فأصبح السيمفونية بموجب ذلك بمفهوم الجمال والجلال، مما يوحي باحتمال التناقض والتنافر كما أشار قبل قليل الأستاذ سي محمد على مستوى الدلالة. فإذا كانت السيمفونية عبارة عن تأليف موسيقي متكامل ومنسجم وإنشاد جماعي يسوده التآلف والتناغم كما تقر بذلك جمالية سيمفونية السرد في مستهل الرواية حين القول تكبو الأحلام تعشون أطياف الأوهام في فوضى عابثة تتبعثر أوراق هرمت وترامت فوق ركام العمر رواية صحة 3. إن حضور المضاف إليه إلى جوار المضاف يوحي بعالم مشحون بالفرقة والتناقض والصراع واحتمال انتشار الظلم والظلام وزيادة منطق الفوضى كما هو مسطور لدى الكاتبة في مستهل روايتها عبر ثلاث إيقاعات. إيقاع التهليف اللفظي والجسدي الذي تلقاه التلميذ من معلمه، ثانيا مشاهدة سليمان، أقول ربما سليمان أو سليمان، مشاهدة سليمان، مشاهدة سليمان الخمسين للصور الخليعة دون مراعاة لسنه المتقدمة، تحايل سليمان على زوجته لإسقاط الجنين، إذا غدا نذهب عند الطبيب كي نسقطه. على هذا الأساس جاز للكاتبة أن تجمع في روايتها بين مصطلحين سيمفونية والفوضى، شيء الذي أمكنها من بناء علاقة جدلية بين النص الموازي والنص الأصلي والكشف بالتالي عن كثير من المفارقات كمفارقة الاختلاف تندغم فيها أصوات الشخوص وإيقاعات حركات الرواية من حيث السرعة والبطء السرد والوصف، وإيقاعات أصوات الشخوص ومخارج حروفها وتموجاتها علوا وانخفاضا قبل أن تنضاف إليها إيقاعات الترقيم. وما ينجم عن ذلك من نتائج وما ينجم عن ذلك من نتائج على مستوى الدلالي إلى جانب إيقاعات أخرى ساهمت كلها في بناء النص وبلورة معاني. ويمكن أن نجد فوضى السيمفونية سندا لفوضاها في مجموعة من التمظهرات النصية. سيمفونية اللغة تعد السيمفونية في اللغة مرادفة للإيقاع، إلا أن الإيقاع في الشعر ليس هو الإيقاع في النثر كما يعلم الشعراء والنقاد، على أساس أن الإيقاع هو أبو الوزن، والوزن مرتبط بدوره بالعروض بما فيه من إنشاد وقافية وروي تحقيقا لسيمفونية سرد جمالي من خلال الجمع بين اللغة العامية كقول الساردي دار بلا ولاد مثل خيمة بلا وتاد صفحة 151، مبديا إعجابه ومعلقا لم يخطر ببالي أن الدارجة المغربية جميلة إلى أن سمعتك تتحدثين بها، وكأن كلماتك عسل بنكهة الزهر، وكأنها موسيقى دافئة، وصوتك الجميل كناري يغري صحة 45. وبثنايا الرواية أيضا لغة معنفة
كما في حديث سليمان عن ذكرياته الأليمة مع معلمه، إذ يقول: يد غليظة امتدت نحوه لتسنده، جحظت عيناه وارتج كل بدنه، خيل إليه أن أفعى سامة تريد أن تلتف حوله لتخنقه. لا جدوى، الأفعى مستمرة في خلقه. الرواية 14. ولغة الطعن في النسب كما في قول السارد: ساروا يتنمرون عليه وينادونه بالبطر. صفحة 103. قبل أن يرتقي إيقاع اللغة لدى الكاتبة إلى لغة الرمز من خلال القول: طلبت هند من الحنش أن يتزوج ويمنح نسبه للطفل. الرواية 173. ولغة الإجهار بالمحظور كما أحببت واحدة منهن كنت فقط أتذوق الفاكهة. إيه ضحك. الرواية 182. سيمفونية الترقيم التي لم تناقش في كثير من المناطق. ونختم أخيرا بالوقوف على سيمفونية الترقيم التي طالما أغفل كثير من النقاد الوقوف عندها لعدم إجادتهم العزف على هذا النوع من الإيقاع. كذلك الأمر في تعامل الكاتبة مع النقطة والفاصلة. لذلك أنا عندما عدت إلى الرواية وجدت أن هذا التنخيط بالنسبة لي بدلي غريب، لكن ممكن أن تبرره صاحبته. فكل الإيقاعات تقريبا تؤدي دورها بانتظار. يقول سالد: لاحظ أن التجمع العائلي صار يتكرر. الجراد نقطة فاصلة، الجفاف نقطة فاصلة، الهجرة نقطة فاصلة، العمل نقطة فاصلة، المدينة نقطة فاصلة، كلمات ظلت تتردد على أسمائه. الرواية 19. سيمفونية الترقيم. ونختم أخيرا، عفوا، سيمفونية العشق. لعل العشق موجود رواية مطلية. هو اللي مهم يعني. ما يحلو لي تتسم بنوع من الزخم حتى التضخيم والفوضى. يرافق حضور مكتف لفضاءات الأضواء والأشكال وتداخل الألوان. يقول سليمان: دلفا مسرعين إلى غرفة النوم، كانت حميمية وكل شيء فيها يدل على طبيعة هند شهوانية، بدءا من الصور الإيروتيكية الملصقة على الجدران، مرورا بالضوء الأحمر الخافت، وانتهاءا بالمقصف الصغير الذي يضم بعض قارورات الكحول. كنت في غاية الإثارة من تأثير جون توزيك. هذا نوع من الكحول أنا لا أعرف مشكله. ومن شدة الانفعال والحماس للجنس مذاق آخر حين يتحرر الجسد من عقاد. بهذه الإيقاعات وغيرها تكون الكاتبة قد عبرت عن موقفها من تشظي الواقع الذي يقول الغزالي في مثله: ضمير معتل وفكر مختل. إن مواجهة الكاتبة في روايتها بين جمالية النثر وإيقاع الشعر مرده إلى ما عرفت من ممارسات في تجربتها الإبداعية واهتمامها بموضوع الإيقاع ودوره في بناء معمار الرواية. إن رواية موضع الحواس جديرة بالقراءة لما تزخر به من عوالم جمالية ودلالية تفيد القارئة لا محالة. شكرا على اهتمامكم.
شكرا جزيلا دكتور عمرو الأمير على هذه بعنوان الإيقاع في سيمفونية الفوضى، وشكرا على التزامه بالوقت المحدد. يعتبر دكتور عمرو بناوي أن الرواية هي على كما عهدنا الدكتور عمرو يتحدث عن رواية نسوية، عن كتابات نسوية، وأنها نسوية بنتية وتتصدى لإكراهات الواقع. ما تثيره الرواية وربما هو ما يتفق مع ما قلت قبل قليل وما يقوله الدكتور عمرو، هو رصد روائية لمظاهر العقلية الذكورية في المجتمع المغربي. إذن هناك عقلية ذكورية بمفهوم نسوي، بمفهوم الحركات النسائية الموجودة في العالم، والتي تتصدى لهذا التمييز ضد النساء. ونحن في 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، لا نتحدث عن يوم عيد للمرأة، وإنما عن يوم يمكن أن نتحدث فيه عن إنجازات المرأة، عن التطور الذي وصلته المرأة في المجتمع المغربي، عما يجب تغييره في ربما في السياسات العمومية، في تعاملاتنا، في علاقاتنا الاجتماعية، لكي يكون المجتمع مكونا من مكونين متكاملين هما الرجل والمرأة، دون دخول في حسابات أو صراعات بين الجنسين. العلاقات بين الجنسين في العلاقات الاجتماعية بين الجنسين في الرواية هي ظاهرة، هي إشكالية تطرح بحدة في العلوم الاجتماعية وفي السوسيولوجيا بشكل خاص، حيث أن المجتمع ما زال يضع تراتبية بين الرجل والمرأة، وهذا ما وجدته بقوة في رواية الروائية نعمة بن حلان، حيث رصدت مظاهر هذا التمييز ضد المرأة في قولها مثلا على لسان سليمان مثلا: وهل لها أن ترفض أو ترضى؟ أن ترضى أو ترفض؟ أنا الرجل، أنا وحدي أقرر ما يكون أو لا يكون. إذن هذا من ظهر المظاهر السلطة السلطوية والتراتبية في العلاقة، إضافة إلى مجموعة من الأمور الأخرى مثلا كتفضيل الأسر لابن لمولود ذكر على مولود أنثى، ويقول سليمان لوالديه: لقد مات. طبعا أثناء رحلته إلى المغرب التي حدثت فيها المفاجأة وانقلبت السيارة وأصبح معاقا بعدها مشلولا، إذا يقول: لقد منحتكما ثلاثة أبناء ذكور، وأعلم أنكما تفضلان الذكور على الإناث، وأنا من رأيكما. إذا هناك توارث لهذه العقلية الذكورية عبر الأجيال، وهناك توارث لتمييز بين المرأة والرجل في المجتمع المغربي، وهذا ما يجعل هناك اختلالات في العلاقات. خيانة زوجية مثلا، فالرجل يباح له أن يقيم علاقات متعددة خارج إطار الزواج، بينما المرأة تحاسب حسابا عسيرا داخل المجتمع، وطبعا تربيتها لا تسمح لها بأن تقوم بمثل ما يقوم به الرجل. فهذا المجتمع إذن فيه مجموعة من الضوابط التي رصدتها الرواية بدقة وبتفاصيل دقيقة، إضافة إلى التحليل النفسي والتحليل الأنثروبولوجي لبعض الظواهر كظاهرة الشعوذة، كظاهرة مثلا مراسم الجنازة التي تكون فيها بعض النائحات التي يؤجرن لأجل القيام بهذه العملية النواح إلى غير ذلك. إذن هذه ملاحظة لاحظتها داخل الرواية وفصولها.
إضافة إلى رمزية داخل الرواية فهي ترمز لآية صوفيا بالأنثى، فهي تقول على لسان كنزة رباه إنها تذكرني بجدتي. آية صوفيا هذه المعلمة التاريخية تقول رباه إنها تذكرني بجدتي وأمي بأختي وخالتي وعمتي، إنها تذكرني بي، كما تعتبرها رمزا للشموخ. أليست الحكمة أنثى؟ آية صوفيا هي رمز للحكمة وتقول أليست الحكمة أنثى؟ إذا الرواية مليئة بالجمالية في كل مجالاتها، في أسئلتها الفلسفية، في قلقها، في كل ما رصدته من ظواهر اجتماعية. وأعتذر على الاستئصال بالكلمة لأن هذا موضوع يهمني في مجالي. مداخلة أخرى. هذه مداخلة أخرى. أعتذر وأنتقل إلى الدكتور مصطفى الشاوي لكي أعطيه الكلمة. مصطفى الشاوي دكتور ابن مدينة وزان، أستاذ سكة ثانوي تأهيلي بمديرية وزارة الرياضة. لا تشكل إلا عوامل وظفت بعناية للكشف الحقيقي عن عالم الأنثى المليء بالأسرار والحقائق والمفارقة، طبيعة الحال هذا يبقى افتراض قابل للنقاش. وبملاحظتنا للشكل العام للرواية نجدها تتألف من 17 فصلا جاءت مرقمة ترقيما تصاعديا بصيغته العددية التراتبية الحرفية، مما يوهم بالتسلسل في وتيرة الأحداث وهو وفي ترابط الفصول فيما بينها ارتباطا منطقيا، اي علاقه السبب بالنتيجه. لكن القارئ سيلاحظ ان بنيه النص الروائي لا تستجيب لهذا الامر على عده مستويات، فكثير من الفصول تنزاح في ذاتها وفي علاقتها بغيرها، مما يطرح انزياحا مضاعفا على مستوى بنيه السبب. وتتوزع فصول الروايه الى مقاطع على الشكل التالي، ترسيمه تعكس يعني عدد الفصول في كل فصل، وتختلف العدد من يعني مقطع يعني سردي الى سبعه مقاطع تتارجح بين هذا العدد. وطبيعة الحال مجموع 50 يعني مقطعا سرديا، وتوزيعها يعني ليس مضبوط بطبيعة الحال ولا يخضع الى قاعده مسبقه. تتألف الرواية من مقاطع سردية يؤشر عليها الفصل الطبال، وتخلق فيما بينها تنافرا على مستوى تسلسل الأحداث، إذ تكسر خطية السرد ويؤشر منذ البدء على أن الكاتبة ستعتمد تقنية الاسترجاع بل والجمع بين تقنيات أسلوبية متعددة ومختلفة من أهمها الوصف والحوار وتقنية التقطيع والاستشارة وغيرها. والدليل على ذلك أن كثيرا من الفصول تتألف بدورها من مقاطع صغرية سردية صغرى أو متوسطة، ومنها الفصل الأول الذي يتألف من أربعة مقاطع سردية مختلفة، وبخاصة المقطع الأول الذي يحيل على نهاية الرواية، بحيث تصور الكاتبة البطلة سليمان وهو مقعد على كرسي يشاهد التلفاز، وأحيانا كثيرة يغوص به خياله في لجج من الذكريات، مما يجعل القارئ يتساءل عن الأحداث التي كانت سببا في هذا الوضع المأساوي. تحكي الرواية قصة سليمان الذي انقطع عن الدراسة مبكرا وهجر رفقته أسرته الفقيرة من قرية بجنوب المغرب إلى مدينة الرسالة التي تدخلها، تلقى تربية قاسية وسط ظروف عيش قاهرة، اضطر في ظلها إلى العمل مدربا رياضيا نظرا لمؤهلاته الجسمانية، ثم هاجر إلى إسبانيا هجرة سرية. وبعد أن طال غيابه عن أسرته وطال انتظاره للحصول على التأشيرة يفكر بالعودة بطريقة غير قانونية متخفيا، وفي الطريق يتعرض صحبة زميله لحادثة سير يفقد على إثرها ساقين، وتصدم أسرته عند حضوره مقعدا بعد أن كانت نتيجة طول غيابه وانقطاع الأخبار قد أقامت جنازته على إثر خبر كاذب عن موته تلقته من أحد زملائه.
ولسليمان في الرواية قصص عاطفية وفتوحات شتى من حيث علاقته بالكنت. وأقول هنا الكنت وليس المرأة، وربما تتفق ما يريد الكاتبة والأستاذة في هذا الأمر، فهي لا تذكر المرأة بقدر ما تركز على الكنت في بعدها الفلسفي العام. وإذا كانت الرواية الكلاسيكية قد حافظت على سجال الخطط السردية في الغالب انطلاقا من وضعية البدء، فإن الرواية الحديثة رغم كما لاحظنا تغييرها بطرق فنية مختلفة، من أهمها تقنيات الاسترجاع أو ما يسمى بالفلاش باك، وهو ما رامته الكاتبة هبة بن حلام في روايتها لخلق لدى لتخلق لدى القارئ نوعا من التشويق وتشد انتباهه نحو معرفة ماضي شخوص الرواية وطبيعة نشأتهم وأسرار تقلبات حياتي. لكن تقنية الاسترجاع قد تحيد عن أهدافها الفنية مع بعض الأعمال الروائية التي تتعجل إحداثه قبل أن تحصل الألفة الكافية لدى القارئ في تفاعله مع الشخصية، ولذا ينصح بأن لا يتم فلاش باك إلا بعد 3 فصول أو فصلين على الأقل. نلاحظ أن كان ديال الميكرو سيدي مصطفى تعجلته ديال الميكرو قدام والا بعيد بعيد. طيب إذ نلاحظ ان الكاتب لعبد بن حلام تعجلته قصدا مما عمق قوة التشويق والإدهاش منذ وضعية البدء في الرواية. ثانيا وضعية التحول التغيير، هي وضعية تشهدها الرواية على طول مراحلها بحيث لا نكاد نجد فصلا إلا ويعكس تغييرا ما طرأ على شخوص الرواية على مستوى السلوك والوعي، وكأن التغيير ناتج عن التجربة وهو ناموس طبيعي وقانون كوني. ويؤكد مارتن كروزر مؤسس مذهب جديد في علم العلاج النفسي أن الفوضى إحدى العوامل المهمة في التدريب والعلاج النفسي، فعند الوصول للنفس إلى حافة الفوضى يفقد الإنسان جميع ضوابطه وقوانينه، وعندها من الممكن أن تحدث المعجزات فيصبح قادرا على خلق هوية جديدة، وهو ما حصل مع أهم شخص الرواية. وتتعدد وضعيات التحول من خلال رصد تطور حالة القوى الفاعلة، بحيث نجد أن أهم الشخص الرئيسية تخضع لسيرورة تحول بشكل مستمر نتيجة تجربتها الخاصة وصراعها مع عدة عوامل، وهو وجه من أوجه سمفونية الفوضى في الرواية. وكأن الكاتبة تسعى بكل ما أوتيت إلى الكشف عن طبيعة النفس الإنسانية التي لا تستقر على حال، ونقف معها في كل وضعية عند الدروس والعبر التي على المرء أن يستحفظها. وفي هذا الإطار نلاحظ أن وضعية الأنثى تختلف عن وضعية الرجل من منظور سردي معتمد في الرواية، إذ بمقارنة بسيطة بين دنزل وسليمان أو سليمان من حيث علاقتهما بما مر بهما من أحداث من قصة حب التي جمعتهما والتي توجت بالزواج ثم انتهت بالطلاق ليذهب كل إلى حال سبيله وتبقى الذكرى عالقة في ذهن كل منهما. على الرغم من كل هذا نجد سليمان يعرف تغييرا عندما يندم على ما صدر عنه بعد أن فات الأوان، على خلاف كنزة التي تبدو راضية بما مر بها ومنسجمة مع وضعها. تقول الكاتبة: الأنثى مخلوق عجيب يصفونها بالضعف وهي أقوى مما يتخيلون. وضعية المآن عنصر أخير، جاءت نهاية الرواية مفتوحة وعليه يمكن التمييز بين نهاية قياسا على طبيعة السرد وتقنياته وصيرورة المتن الحكائي وحركيته، ذلك أن الحكي ركز على قصة قوتين فاعلتين سليمان وكنزة، ولكل منهما حكايته الخاصة على الرغم من تقاطعهما، وبالتالي فلكل منهما نهايته المخالفة. والملاحظ في هذا السياق التأشير على تداخل الوضعيات في الرواية، وضعية البداية والنهاية، أو لنقول بأن نهاية الرواية تحمل في طياتها ولادة لمشروع مستقبلي، وكأن ما تم حكيه واقع وما سيكتب مستقبلا متخيلا. إذ جعلت الكاتبة نعمة بن حلام لشخصية سمية
كاتبة روائية، وهي تحاورها وتحكي لها عن قصتها أثناء يعني رحلتهما إلى تركيا ثم إسبانيا وغير ذلك. فهي صديقة كنزة وصاحبة ومصاحبة لها أثناء السفر ومحفزة على الحديث. أقول فهي صديقة كنزة ومصاحبة لها أثناء السفر ومحفزة على الحبيب وعاملا مساعدا في برنامج السردي. تجيب كنزة سمية قائلة: أمصرة أنت أن تسمع الحكاية إلى النهاية؟ ليكن لك ذلك، لأنني أشك أن تكون هناك نهاية لأن لأي شيء، أشك بأن تكون هناك نهاية لأي شيء ما لم ينهي الموت. هناك استمرارية تجدد، ولعل صفحة 207، ولعل هذا البعد غدا هاجس الرواية الحديثة التي أضحت تفسر من داخلها في ذاتها عبر خطاب ميتالوغوي يتبناه السرد ويسعى إلى المراوحة فيه بين السرد والنقد. واستنادا إلى مصر يمكنني القارئ أن يستشف دائرية الزمن ودوائره، إذ غالبا ما يبدو لنا الزمن الطبيعي ممتدا وننسى أننا نعيش في هذا الامتداد مؤطرين بدوائر ما تكاد تبتدئ حتى تنتهي وما تكاد تنتهي حتى تبتدئ، وكأننا لا نهتم ولا نعبأ بهذا الدوران بقدر ما يشغلنا الامتداد لأنه زمن أفقي ولا نعبأ بعمق الزمن في عموديته. فشخصية سليمان تجسد هذا التصور من خلال تجاربها وعلاقتها وفي عملها ومغامراتها، وكنزة بدورها تجسد هذا الأفق الدائري ولكنه يظل مفتوحا على المستقبل على خلاف سليمان الذي تصور والرواية كما قلنا مقفلة الأفقي. من هنا قدرة المرأة على التجدد على خلاف الرجل، وهذا يعكس الموقف الإيجابي الذي تنهجه الكاتبة نعمة بن حلام تجاه المرأة من حيث كونها قادرة على مواجهة المحن واحتواء السلبي وتصريفه بفعالية وحكمة. لما تسند الكاتبة مهمة السرد الأساسية والفعلية إلا لسارد مؤهل علميا ومعرفيا ووجدانيا، وهكذا تعرضه الرواية قادرا على القيام بهذه المهمة الصعبة التي لا يمكن بكل حال من الأحوال أن يتجشمها سارد لا يملك رؤية سردية عارفة وخبيرة. وعلى الرغم من ذلك نجد الرواية تراهن من داخلها على اقتراح منظورات سردية أخرى منها التبئير الداخلي باعتماد الرؤية المصاحبة، وقد نسجت الكاتبة بين الضفيرتين لكي تحقق للنص وظيفة مزدوجة الانفعالية والموضوعية. وبعد أخيرا أقول وبعد فإن سمفونية الفوضى لنعم بن حلام هي رواية فوضى بالفعل، لكنها فوضى خلاقة فيها متعة وفائدة تتحدى القارئ وتجبره على الانسحاب في عوالمها باعتباره فاعلا لا منفعلا. رواية مكتوبة بحكة سردية عالية تنم عن دراية عميقة بأدوات السرد وتمفصلات النسيج المحكي، وسكن بحرقة عاطفية وبروح أنثوية أسطورية. رواية مشحونة برغبة قوية في الكشف عن عوالم النفس الإنسانية الخفية المسكوت عنها وتنفتح على أسئلة الإشكالية النفسية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والوجودية، ومغمورة بعدة هواجس ورهانات وتحديات وآفاق ورؤس إشرافية تصدر عن وضعيات السرد وهندسة المحكيات وجمالية المرويات، مما جعل خطاطتها تتسم بالاختلاف والمغايرة والحداثة. وشكرا لكم. جزيلا دكتور مصطفى الشاوي على هذه القراءة الممتعة التي عنوانها بالخطاطة السردية في الرواية. والخطاطة السردية التي يتحدث عنها كاتب الناقد يتحدث هنا عن مجموعة من الأمور التي سبدتها الشاعر الجبرية والتي تتخذ طابعا معقدا يطرح تحديا نقديا. تخرق الروائية العرف وتقدم الوجه الإيجابي للفوضى. الفوضى
في عرفنا هي سلبية، ولكن قدمت لها وجها إيجابيا ينفتح على إشكاليات متعددة ورؤى استشرافية مع استعمال تقنيات متعددة من تقنية الاسترجاع لاشبخ والتشويق، لأن النهايات ليست هناك نهاية للرواية وإنما هناك استشراف لأحداث ربما ستكون في الجزء الثاني من الرواية. جمالية الرواية ليس في انتقال الروائية من الشعر إلى الرواية، وإنما في حضور الشعر داخل الرواية، فيها شعرية حاضرة وفيها بعض المقاطع الشعرية، كقول الشاعر مثلا: عرفته ذات زمن لما كانت الشمس تشرق من جهة النبض والبراءة ترسم خارطة القلب، حين المرايا تنكسر تخبؤ هزيج القمر، الروح عين تمتطي سر الرؤى نبض البصر، والعمر درب للسؤال عدو على رأس الإمام. إذن شكراً لأستاذ الدكتور دكاترة الكرام على هذه القراءات الجميلة، على هذه المتعة التي عشناها مع غوصهم بنا في أعماق وخبايا هذا العمل الروائي المتميز يعني العميق، الذي أقول وأكرر إنه يمكن أن يترجم ليصبح رواية عالمية في مصادر الروايات العالمية الشهيرة. أقدم الآن كلمة للدكتورة نعمة بن حلام للأستاذة نعمة بن حلام التي سأقدمها لكم كما يلي. هي مديرة مكتبة الوسائط التكتيك. لها طبعا حصل على شهادة ماستر في اللغة الإنجليزية، في دراسة بل في دراسات الإنجليزية ثقافة الإنجليزية، و من جامعة ملي إسماعيل كلية الأدب والعلوم الإنسانية. حصل أيضا على شهادة إعلامي من المدرسة علوم إعلام بالرباط، وهذا حاضر في روايتها بأنها تأخذ آلات التصوير وتصور لنا مشاهد بدقة، وكأننا نشاهدها وكأننا نشاهد فيديو هكذا بكل دقة وتفاصيل. شاركت في عدة ملتقيات أدبية محلية ووطنية وعربية ودولية، من بينها الملتقى الدولي الأول لربيع الشعر البليدي بالبليدة الجزائر، ولها عدة مشاركات في ملتقيات أدبية وفي نوادي أدبية رقمية واستضافات في برامج إذاعية محلية وعربية. إصدارات الأديبة نعمة بن حلام ذات نبحة صوفية في الشعر، وفي الرواية هناك عمق كما ستستمعنا إلى القراءات التي تفضل بها الدكاترة الكرام، كلها تحمل قلق السؤال وتطرح إشكاليات وقضايا تقض مجرى المثقف الغيور على القيم النبيلة الساعي إلى نشر الوعي وفك قيود الواقع المكبل بالفوضى ومعيقات التطور. سوانح امرأة عادية، ديوان شعري طبع 2014 وأعيد طبعه في 2019، أن أكون، ديوان شعري طبع 2020، سمفونية فوضى رواية طبع الجزء الأول منها في 2021 والجزء الثاني سيصدر قريبا إن شاء الله، نحن في انتظار الشوق. كما شاركت في عدة مؤلفات جماعية منها الشعر من النسوة من أداب وتقديم الأستاذة لطفة الغراس، وموسوعة القصيدة أنثى إعداد براء الشامي. تهتم أيضا رواية نعمة بن حلام بالترجمة، تترجم من الإنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى الفرنسية، فهنيئا لنا بمبدعات من هذا الحجم في مدينة مكناس وفي المغرب وفي العالم العربي. شكرا لرواية نعمة بن حلام، وستتفضل مشكورة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله أجمعين. أولاً وقبل كل شيء أود أن أشكر الأساتذة الكرام على هذه القراءات القيمة، وهي فعلاً كل سنة تفتح نوافذ جديدة على العمل وتوضح يعني أشياء لم نكن قد وعينا بها من قبل أو لم نكن قد سمعناها من قبل. أود أن أشكر جزيل الشكر للدكتور مجيد الحسيني وكل طاقم العامل هنا في المركز الثقافي أنسي على المجهود الجبار الذي بذلوه في استضافتنا في هذا الحفل الثقافي. أشكر الحضور الكريم الذي يشرفني اليوم أن يكون فيه أساتذتي الكرام الذين درسوا على أيديهم في ماستر الدراسات الإنجليزية، الأستاذ زيد المير، الأستاذ المكي، الأستاذ عمار. أشكركم جزيل الشكر على تشريفي بالحضور. أشكر الأستاذة السعودية، أشكر صديقتي ناعمة، أشكر جميع الحضور، زملائي زميلاتي الذين يعملون معي والذين أعتز بهم والذين شرفوني اليوم بحضورهم. إذا أشكر الجميع. بالنسبة للرواية، أثيرت كثيرا هذه الانتقال من الشعر إلى الرواية، أولا ليس انتقال نهائي، يعني أنا لم أطلق الشعر طلقة ثلاث. هي الرواية قدرت أقول لكم بأنها جاءت قبل الشعر، لأن أنا الرواية هذه أنا بدأتها في سنة 2000، كتبت شيئا يسيرا وانقطعت عن الكتابة نظرا لظروف الدراسة، لأنني كنت تسجلت آنذاك في كلية الآداب ومضت 5 سنوات من الإجازة إلى يعني من بداية الإجازة إلى نهاية الماستر، مضت 5 سنوات لم أقرأ فيها الكتابة تماما. مضت سنة أو سنتين كنت أعيد فيها ترتيب أوراقي، وبعد ذلك عدت للكتاب. ولما عدت للكتابة الحمد لله وبفضل الله كنت قد جمعت خزانا هائلا مما استفدت منه أثناء دراستي بماستر الكوميونيكيشن إنترنت، يعني التواصل في السياقات الذي كان يشرف عليه الأستاذ مالكي بمعية الأستاذ نشيط رصيد لا يستهان به من الدراسات الثقافية التي درسناها في الماستر، والتي تتطرق لمواضيع عدة، منها الجندر، منها دراسة الأنثروبولوجيا، دراسة الثقافية، يعني هناك كمية كبيرة من المعلومات التي حاولت توظيفها في كتابة هذه الرواية. والكتابة السردية صراحة ليست بالعمل الهين، خصوصا أنني دائما أضع نفسي في موضع المتلقي، يعني هل ما سأكتب هل هو منطقي، هل هو مقنع، هل هو يعني مثير لشغف القراءة بما يكفي. إذا دائما أضع نفسي في موضع المتلقي كي كما ذكرت في الرواية، يعني دائما أحاول أن أضع نفسي في موضع الناظر للعمل من فوق، كما فعلت كنزة مع نفسها، يعني كانت تنظر إلى نفسها من فوق، أو كما ربما كما يجب أن نقول بعين ثالثة. حدثت فصولا بأكملها لأنها لم تقنعني، لا أدعي أنني لم يؤلمني البصر، لكن كان لي زاما أن أغير وأن أحدث وأن أزيد كي أقدم عملا يليق بالمتلقي المثقف. ماذا آخر؟ أنا حاولت في هذه الرواية أن لا أخرج من مفهوم الكاتب الذي يستحوذ على كل شيء، السارد العالي بكل شيء، وتركت للشخصيات حرية أنها تعبر بنفسها عن ما تريد. يعني أنا بكل صراحة لا
لا أتفق على مفهوم الكتابات النسائية. لماذا تركت سليمان أو سليمان يتحدث بنفسه؟ لم تكن سمية أو كنزة هي التي تتحدث عن سليمان، إنما هو كان يتحدث عن نفسه، هو كان يخرج مخبوء نفسه. أعطيت الأصوات لعدة شخصيات في الرواية كي تعبر عن نفسها، ولا كي لا تكون الراوية أو السائدة متحكمة فيما يقولون أو فيما يفعلون. يعني هما كانوا كما لو أردنا أن نقول يعترفون، كل واحد يعترف بما لديه. هناك نقطة أريد أن أشير إليها، هي أن الرواية عموما لا تقدم حلولا، يعني تضع الشخصيات، تضع الأحداث، تطرح أسئلة، وعلى المتلقي أن يجد الأجوبة إذا كانت هناك أجوبة. جميل، أظن هذا كل ما هنالك. أشكركم جميعا، أشكر الجميع، شرفتوني اليوم حقا بحضوركم، شكرا لكم جميعا، شكرا أساتذتي الكرام على القراءات القيمة التي كما قلت دائما تفتح نوافذ جديدة وتفتح رؤى جديدة وتفتح آفاق جديدة للكتابة السردية. شكرا لكم جزيلا. شكرا جزيلا للاستاذ نعم على هذا العرض المقتصر على التوضيح وهذه التوضيحات، وشكرا لك لانك اتحت لنا فرصه لنجتمع حول المائده الغنيه باصباح المعرفه التي قدمها الدكاتره الكرام، وعلى لقاء بوجوه من أبرز وجوه الإبداع في الناس الذين نعتز بهم وبوجودهم. ننتقل الآن إلى فقرة الأخيرة، وهي فقرة توزيع تقديم جوائز التقديرية للأساتذة والدكاترة الكرام الذين قدموا لنا. ننادي على وأنتم على غير العادة من اليسار، ونادي على الأستاذ محمد شنوف ليقدم شهادة. شكرا. 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 شكرا